الوحدة التعليمية الثالثة تخطيط القوى العاملة. تعريف تخطيط القوى العاملة يعني تقدير الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية من ناحية العدد والمهارة والتخصص والوقت الذي ينبغي أن تتوفر فيه، وكذا إمكانيات تدبيرها والمحافظة عليها والعمل التنميتية لتحقيق أهداف المنظمة. وهذا التخطيط قد يكون سنويا أو لمدة سنتين أو ل3 سنوات أو ل4 سنوات وأكثر. أهداف تخطيط القوى العاملة: 1. المساهمة في تخطيط القوى العاملة على المستويات الأخرى، إذ يوفر الأساس الذي يبنى عليه التخطيط على المستوى الإقليمي أو القطاعي أو القومي. 2. معرفة الوضع الحالي للقوى العاملة والعمل لتحقيق التوازن بين العرض والطلب من القوى العاملة. 3. إعداد موازنة الوظائف في المستقبل مما يمكن من تقدير الأجور على أساس سليم، وكذلك تحديد التزامات المنظمة المالية الأخرى بالنسبة للعاملين كنصيب المنشأة في المعاشات والتأمينات. 4. تحديد معالم سياسات وخطط التعيين والتدريب المناظرة واللازمة لضمان الوصول إلى مستوى التشغيل الاقتصادي السليم والمستقر داخل المنشأة. 5. معرفة المشكلات الأساسية التي تواجه قوة العمل الحالية بالمنظمة والتحدي من استخدامها للاستخدام الفعال ووضع الحلول المناسبة لها. 6. مساعدة الإدارة في التخطيط والتنفيذ لخطط وبرامج العمل في كافة الأنشطة الأخرى بالمنظمة. الحاجات اللازمة لتخطيط القوى العاملة: حجم الإنتاج ونوعيته. حجم الإنتاج كبير، عملاء كتير. حجم الإنتاج قليل، عملاء قليل. نوعيته معقدة، هنحتاج عملاء ماهر، والعكس صحيح مع الأخذ في الاعتبار التكنولوجيا المستخدمة. 2. التشريعات العمالية: يجب على المخطط أن يأخذ في الحسبان القوانين، لأن يعني في من يقول لك مثلا 5% للعجز والمصابين لازم ناخدها في الاعتبار. 3. التغيرات في الآلات والمعدات، في تغييرات، هل الآلات دي عاوزة عمالة ماهرة ولا نصف ماهرة ولا ايه؟ 4. بيانات تفصيلية عن العاملين الحاليين، لأن الهدف من تخطيط العاملة هو استكمال النقص أو حصول توازن بين العرض والطلب في القوى العاملة داخل المنظمة. مراحل تخطيط القوى العاملة: أول مرحلة دراسة الموقف الحالي للقوى العاملة لجانب العرض، ولازم أدرس الموقف الحالي في العمالة الإدارية والفنية الموجودة بالإدارات المختلفة من حيث أعدادهم ونوعياتهم ومستوياتهم التعليمية والتدريبية ومدة الخبرة والحالة الاجتماعية والسن، وموزعين حسب الوظائف المختلفة في المنظمة، وكذلك معرفة الزيادة المتوقعة في العرض من العمل نتيجة العودة من الأجازات الطويلة مثل الأجازات الدراسية وأجازات الوضع وأجازات مرافقة الزوج أو الزوجة والعودة من الإعارة وانتهاء فترة التجنيد. ويجب تحليل دوران العمل أو معرفة التسرب من العوامل، وبمعنى آخر معرفة العوامل التي تؤدي إلى نقص في العرض المتاح، وهي الآتي: 1. الحالة المعاشية. 2. الفصل من الخدمة. 3. الوفيات. 4. النقل والترقية. 5. الأجازات الطويلة. 6. الاستقالات الاختيارية. إذن أول مرحلة من مراحل تخطيط العاملة أعرف الموقف الحالي موجود عندي قد إيه. ثانياً التنبؤ بالاحتياجات من القوى العاملة خلال فترة الخطة اللي هي الطلب. بعد تقييم الموقف الحالي للقوى العاملة يعني ذلك التنبؤ بالاحتياجات من القوى العاملة خلال فترة الخطة. وينبغي هنا معرفة حجم المبيعات المتوقعة من إدارة المبيعات بالمنظمة عن طريق حجم المبيعات عن طريق أحد الطرق الرياضية ولتكن السلاسل الزمنية أو عن طريق الخبرة أو عن طريق المتوسط المبيعات. بعد ذلك يتم عمل جداول الإنتاج، وهذه الجداول يتم تجزئتها إلى برامج عمل لكل فترة زمنية معينة. ثالثا موازنة العرض والطلب في تخطيط قوى العاملة. بعد معرفة العرض المتاح من القوى العاملة والطلب المتوقع تتم المقارنة، وقد ينتج عن تلك المقارنة عجز أو فائض في العمالة. يوضح الشكل التالي كيفية معالجة العجز والفائض من القوى العاملة بالمنظمة أو العجز في بعض الإدارات والفائض في بعض الإدارات الأخرى من القوى العاملة. يتم مقارنة بين العرض والطلب، يجي موازنة، وقد يحدث في عجز في القوى العاملة تتم معالجته عن طريق زيارة أعباء العمل، التعيين من الخارج، إحلال التكنولوجيا محل القوى العاملة.
وقد ينتج عن هذه المقارنة فائض يتم معالجته عن طريق تشجيع التقاعد المبكر، فصل ما أمكن ودي صعبة، التوسع في أعمال المنظمة، إيجاد فرص عمل بديلة في منظمات متشابهة. ممكن يحصل فيه حالة تالتة، عجز أو فائض في بعض الإدارات، تتم المعالجة عن طريق الإحلال التلقائي إذا كانت الوظائف متشابهة، أو يتعمل تدريب تحويلي على الوظائف الجديدة. مستخدمة في تخطيط قوى العمل، أولا في طرق إحصائية، ثانيا طريق دراسة أماكن العمل، وتصلح هذه الطريقة للأماكن المتشابهة. رقم ثلاثة، طريقة معدلات الأداء. بالنسبة لطريقة دراسة أماكن العمل، يمكن حساب العمالة فيها عن طريق عدد أماكن العمل المماثلة في كثافة العمالة، في عدد الورديات، في عدد أيام عمل الآلة في نفس السنة، على متوسط عدد أيام عمل العامل في السنة. ودي بتصبح على فكرة طريقة دراسة أماكن العمل الوظائف المتماثلة أو المتشابهة فقط. مشكلات تخطيط قوى العمل بجمهورية مصر العربية: عدم توافر الكوادر التخطيطية المدربة تدريبا كافيا على القيام بتخطيط قوى العمل. 2- عدم توافر نظام المعلومات المناسب بالمنظمة مما يترتب عليه عدم توافر المعلومات الضرية والمعبرة عن الوضع القائم واللازمة لتخطيط قوى العمل. 3- عدم وجود ارتباط بين سياسة التعليم وسياسة التشغيل أو الاستخدام. 4- هجرة الأيدي العاملة من مختلف التخصصات والمستويات إلى الخارج، مما يحرم الدولة من علمهم وخبرتهم، مما يؤثر على تخطيط القوى العاملة بأي منظمة. كذلك الهجرة الداخلية، وتعني انتقال الأفراد من إقليم إلى إقليم بحثاً عن ظروف عمل أفضل، مما يؤثر على التوازن الإقليمي المطلوب. 5- عدم الاقتناع الكافي لدى الإدارة ببعض المنظمات بأهمية تخطيط القوى العاملة، مما يترتب على ذلك عدم إعطاء الإعناية الكافية بتخطيط القوى العاملة. 6- ظهور أنماط من التنظيم غير الجيد في بعض المنظمات. ومن أهم التحديات التي تواجه القائمون بتخطيط العملة مالي: 1- العولمة، هي الانفتاح للعالم وانتشار المعلومات بفضل ثورة الاتصالات وتذويب الحدود بين الدول وحرية انتقال السلع والخدمات وزيادة معدلات التشابك بين الجامعات والمنظمات. من أهم العوامل التي أدى لظهور العولمة منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، التكتلات الإقليمية، شركات متعددة الجنسية، الشركات عابرة القارات، ثورة الاتصالات. 2- إدارة الجودة الشاملة، وهي فلسفة إدارية تعرف لحقيقة التميز في جودة أداء المنظمة ككل، مع الأخذ في الاعتبار علاقتها بالبيئة والوفاء باحتياجات العملاء وزيادة رضاهم وزيادة القدرة التنافسية للمنظمة. 3- التقدم التكنولوجي السريع. بناء على ما سبق، فإن القائمون بتخطيط قوى العاملة عليهم أن يدركوا أن الوظائف الحالية تحتاج إلى: ألف، التأهيل العلمي المطلوب تبع لنوعية الوظيفة، ب، معارف وقدرات ذهنية عالية ويعتبر ذلك ضروريا لإدارة المنافسة المستمرة، ج، مهارة يدوية أقل دال قدرا كبيرا من الإعداد الوظيفة والتطوير المهني بهدف التكيف والبقاء، ه، الإلمام بالآلات والمعدات الحديثة.